كل القلوب إلى الرسول تميل، عندي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا سترى قلوب العارفين تسيل، سترى دموع العارفين تسيل. صلوا على محمد وعلى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين والمحبين لهذا البرنامج، وأعني به برنامج تراحيب، حلقة جديدة وحلقة جميلة وحلقة مميزة سوف تكون هذه الأمسية اليوم الخميس في مضارب أهلنا أهل كركوك شتى الورد. أولى حلقات هذا البرنامج بعد أن فتح الله عز وجل على أهل نينوى بالنصر والفتح المبين على دواعش العصر وخوارج العصر وجرذان الصحراء الذين جاءوا وتكالبوا على هذه المدينة. اليوم راح تكون جلسة أشبه بالجلسة الإيمانية الرحمانية التي فيها من الأذكار الكثير الكثير. ليش؟ لأنه إحنا اليوم مضارب أهلنا نعيم، بمضارب أهلنا نعيم. قبل لا نعرف بالمكان والمجلس المبارك، فقط باسم قناة سامراء وباسم برنامج تراحيب خالص العزاء والمواساة لهن شمر في العراق والوطن العربي بوفاة الشيخ محسن محسن العجيل الياور، شيخ عشائر شمر في العراق والوطن العربي. نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. ذلك أن برنامج تراحيب يهتم بشؤون العشائر، القامات والناس الشوامخ والرواسخ، من أجل أنه توحيد لحمة العراق أولا ووحدة العشائر ثانيا، ومن أجل بث روح المحبة والسلام. داعش فرقت الناس، مزقت الناس، قطعت أوصال هذا المجتمع العراقي. اليوم إحنا ما بعد داعش، وهذه أولى حلقات النصر إن شاء الله ما بالموصل بعد داعش في مضايف أهلنا نعيم اللي راح نتعرف عليهم. والمعرف لا يعرف عند العرب، المعرف لا يعرف عند العرب، لكن حتى ندخل في طيات الحديث على طول، لأن اليوم الحديث حديث ذو شجون وحديث ذو أشجان مع وجوه كريمة أصيلة سوف تتعرف عليها الكاميرا ونتعرف عليها تباعا. لكن إحنا اليوم حقيقة في تكية ومضيف السيد عطا النعيمي، السيد عطا النعيمي، واللي من خلاله أعدى الطريقة، أو إحنا راح نتعرف على هذا المسائل حقيقة مع السيد أحمد سيد حسين النعيمي. حياكم الله يا من تجلسون في هذا المجلس المبارك، وأقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجلس إن شاء الله اليوم تحفه الملائكة، لأنه معانا اليوم أيضا من الأحباب والوجوه الطيبة المباركة. معانا اليوم الشيخ خضر العباوي السبعاوي، الوجه العشائري المعروف، اللي هو أيضا يعني حقيقة له بصمة على مستوى كركوك وخارج كركوك. معانا اليوم معانا هن السادة نعيم، معانا هن الحديديين، معانا هن العزة، معانا هن الهيب، شاعر الهيب الأول اللي هو صدام الهيبي حياه الله، ومعانا شعراء أيضا راح تشوفون وتستمعون عليهم. لكن حتى لا يأخذنا الوقت، مع السيد أحمد السيد حسين النعيمي. مساك الله يا سيد أحمد وحياك الله. سيد أحمد حسين النعيمي رئيس مجلس هيئة العشائر العربية ومرشد الطريقة المحمدية سوف يحدثنا ونحن آذان مصغية لكلام السيد، وحياك الله، الله يا سيد أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في مضايف نعيم، وأنتم خرجتم من داركم وجلستم وأتيتم إلى داركم إن شاء الله، فألف هلا ومرحبا بكم. وهذه تكاية عامرة يعني قديما أبا عن جد تورثناها، هكذا مضايف وزوايا ودواوين للقاصي والداني، الذي نعرفه والذي لا نعرفه، فهو بيت الجميع إن شاء الله. فحي الله الجميع وأهلا ومرحبا بكم في برنامج تراحيب، والذي نحن نرحب بكم يعني، ونرحب بالسامعين والمشاهدين إن شاء الله. لا يخفى على الجميع أنعم يعود نسبهم إلى سيدنا أحمد الرفاعي، ثم إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أولاد سيد نعيم، لهم زوايا وتكايا أينما رحلوا وارتحلوا، والناس تقصدهم من القاصي والداني لأنهم يعودون نسبا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يعني إذا أردنا أن نذكر التكايا نسميها بالأسماء،
ففي كل رجل من رجال النعيم هو عنده تكية وزاوية في داره أينما رحل وارتحل. ولكن يعني هكذا تعارف عند السادة النعيم أنه عندهم احترام فيما بينهم وتقدير لأنفسهم ولغيرهم، فتجد يعني الرجل الكبير وصاحب العلم وصاحب المشورة يعني يكون له المكان فيقصده الباقين من أعمامه. فتجد في كركوك مثلا تكايا كثيرة، وهذا الكلام عن التكايا أولا ثم نتكلم عن مسألة العشائر بعد ذلك إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع الشمل، ونحمد الله سبحانه وتعالى على النصر الذي حققته الجهات الأمنية والجيش وكل من شارك في تحرير نينوى الحبيبة وعادت إلى أصلها وفصلها إلى العراق الحبيب. الحمد لله. بعد ذلك تجد في كركوك تكايا قديمة لها يعني مكانتها وسمعتها الطيبة إن شاء الله. فأبدأ مثلا تكية عمنا السيد شويش والد السيد منصور من التكايا العريقة اللي موجودة في كركوك معروفة، ثم تكية السيد حمد السيد عبد الغفور النعيمي، ثم تكية السيد نايف الغفور النعيمي، وهذه من التكايا القديمة، وتكية السيد عواد الهلول رحمه الله، والآن ابن سيد طه يعني ابن سيد عواد هو القائم عليها، وأعمامه أيضا، وتكايا المهنة، وحتى لا ننسى أحد، التكايا كثيرة للنعيم موجودة هنا أبوابها مشرعة مفتوحة سواء نعم، وهذه التكية أيضا لا يعني إحنا جالسين عنها وفيها ونحن على موائدها، تكية السيد علي، ومن ثم من بعده الله يرحمه السيد عطا قام على خدمة الناس فيها ما شاء الله، وقام على يعني أمور كثيرة يعني نقول المجلس لا يسع لما نذكره من طيب وأخلاق وكرم وشيم كان يحملها الله يرحمه. فجمع لشمل العشيرة وجمع لشمل الأهل في كركوك يعني عامة من أكراد وتركمان وعرب، فإذا أتيت إلى مجلسه في هذا المكان في أيامه وفي هذه الأيام تجد من كل الأطياف يعني موجودين لحبهم للسيد رحمه الله لما قدم من سيرة طيبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كركوك وأهل كركوك وتكايا كركوك عامرة بالذكر. ثم التكايا هي بيت لخدمة الفقير والمحتاج وحل النزاعات ودراسة العلم، والإرشاد فيها قائم والحمد لله ما شاء الله. ثم من خلال البرنامج ومن خلال هذا المجلس أيضا يعني تجد كل نعيم يعود نسبهم إلى سيدنا أحمد الرفاعي، ويعود أيضا تعود الخرقة الرفاعية، فتجد الكثير منهم هم على طريقة الرفاعية، فتجد التواضع وتجد العلم والمحبة والتآلف يعود إلى يعني سيدنا أحمد الرفاعي، ثم بعد ذلك أصبحت مبايعات بينهم وبين الطريقة القادرية، فتجد الكل يحمل سمات الطريقة القادرية والطريقة الرفاعية، وهذا يعني شيء جميل جدا. سيدي إذا تسمح لي خطر ببالي فقط يعني خاطرة، أقدم تكية أو أول تكية أسست يعني عند السادة كم عمرها تقريبا؟ كثير قرون يعني أربع قرون أكثر خمس قرون من هذه القرون يعني أكثر. قديما عندنا يعني إذا تجي على يعني فخذنا إحنا الكلش مثلا يعني تجد السيد عبد الجليل قبل 300 عام هو كانت تكيته مشرعة والناس تقصده، وهو يعني سيد عبد الجليل المكي الرجل المعروف، ثم المهنة أيضا كذلك والبيوض كذلك والعيسى، ويعني تجد تكايا قديمة يعني أبا عن جد هكذا متوارثة. جميل. أيضا خطر ببالي أنه أسألك، أنت رئيس مجلس هيئة العشائر العربية في نعم المقر العام هذا نعم. المجلس يعني كيف هذا المجلس يضم كثير من أطياف العشائر نعم والأطياف. العبد الفقير بعد طبعا كان السيد عطا الله يرحمه هو رئيس المجلس، وبعد انتقاله من هذه الدنيا الفانية الفقير يعني أصبح الاختيار على الفقير أن أحل محل هذا المكان تكليفا وليس تشريفا، فالحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى المجلس فيه عدة يعني وجوه خيرة طيبة من العشائر، من كل العشائر يعني من نجبور من العبيد من كل العشائر يعني حتى ما نذكر أحد وننسى أحد يعني والحمد لله. فإحنا يعني خطواتنا أنه لما شمل وتجد أنه نزور الكل نحب الكل، وتجدنا في كل محفل لحل النزاعات وفي مجالس الصلح والخير وهكذا، والحمد لله هذا يعني منبر يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمه لنا ويجعل العمل فيه لوجهه الكريم للم الشمل إن شاء الله. اللهم آمين. جزاك الله خير سيد أحمد، بارك الله بك. اليوم كاميرا التراحيب وبرنامج تراحيب بهذا التكية المباركة وهذا المضيف المبارك، فماذا تقول لتراحيب وهل تراحيب؟
برنامج موفق إن شاء الله. جزاك الله خير. وإن شاء الله يعني تكون له يكون له الأثر. طبعا أنا ما أستخدم كلمة البصمة لكن أقول الأثر، وهذا الأثر سوف يخلده التاريخ بعد قرون، أنه أنتم يعني حذوتم حذوة مباركة وخطوة مباركة لالتقائكم بكل العشائر والأطياف في شتى محافظات العراق، يعني حتى تكون وجهات النظر مقربة ويتعرف القاصي والداني على لحمة العشائر في كل مكان. فبارك الله فيكم وبارك الله في برنامجكم المبارك ترحيب، وأكرر ترحيبي بكم وبالسامعين والمشاهدين أجمع. حياكم الله وبياكم. كلمة بصمة كلمة مستحدثة، وأنت ذكرت الأصل، لأن القرآن قال إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وإيش وآثارهم، أن الأثر هو الذي سوف يبقى. جزاك الله خير. معنا أيضا في هذا المجلس المبارك حقيقة سفير وأمير وشيخ، يعني ووجه مشرق دائما ومتهلل بالبشر والترحاب، الشيخ خضر العباوي السبعاوي أبو عمر. مساك الله بالخير يا أبو عمر، وهذا القعدة المباركة اليوم التي تحفها الملائكة إن شاء الله. ماذا عندك لهذا المجلس وعمامك السادة نعيم؟ في قوله تعالى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. اليوم اجتمعوا في برنامج ترحيب السادة السبعاويين والسادة نعيم، بس لا ينجذب الحديدي، السادة الحديديين عجان الحديد. فنسمع منك يا أبو عمر كلمة في هذا المقام. تسلم ونعم منك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لي الشرف العظيم أن أتكلم على أطهر وأزكى نسب، وأن أجلس في دوحة من الدوحات المحمدية مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مع أهلي وناسي وأبناء عمومتي، مع السادة نعيم. أولا أقول هلي خضر عما يمهم وسادة، وفي شقهم صار للخاين وسادة، أطرها الهال قهوتهم وسادة، تكرم الضيف ويسمعون الجواب. الله محييكم على شرف السادة نعيم عمامنا وأهلنا السادة نعيم. العلم المعروف والطود المنيف، وهذا الاسم الذي نقول عنه هو العلم والمعروف لا يعرف، وإنما غيرهم بهم يعرف، إنهم السادة أنعام الذين هم كنسب، أقرب نسب لنا للسادة السبعاويين، وأنا أقرب نسب إليهم، هم أهلنا وعمامنا وساداتنا، نفتخر أن نقول إنهم ساداتنا، لأن السادة أنعام هم العشيرة الوحيدة من ذراري السادة الموسوية الحسينية الذين احتفظوا من السيد نعيم وإلى يومنا هذا، احتفظوا بالتكايا والزوايا والموروث الهاشمي العلوي الحسيني الموسوي الرفاعي، هم الذين حافظوا على هذا الموروث. وأتكلم عن السادة نعيم كنسب. السادة نعيم، السادة أبناء إبراهيم المرتضى ينقسمون إلى الثابتيين والعسليين والعبدليين. العبادلة الذين يسكنون المدينة المنورة، والعسليون هو الخط المعروف للراويين وغيرهم، بيت رجب الراوي وغيرهم، والسادة الثابتيون على رأس هذا النسب هم السادة النعيم. جدنا رفاعة حسن لطيبه وترفعه عن سفاسف الأمور ولترفعه عن كثير من أمور الدنيا، هو اسمه الحسن المكي، لقب برفاعة، فأصبح كل من يعود نسبه إلى الحسن المكي يلقب بالرفاعي، ويسمى هذا الخط والخط الرفاعي، حتى غلب الوصف على الاسم فأصبح اسمه رفاعة حسن، هو اسمه الحسن المكي فأصبح اسمه رفاعة حسن. ومن هذا النسب القطب أحمد الرفاعة الكبير رحمه الله، وإسماعيل الصالح،
وعثمان سيف الدولة. الساد النعم في العراق انتشرون في الموصل وكركوك وديالة وبغداد والأنبار، وقليل من البيوتات في الجنوب، وينتشرون في الشام في سوريا وفي فلسطين وفي الأردن، ولكن السادة النعام في العراق هم من نسب السيد والأمير والقطب نعام، فهذا الاسم تغلب على جميع من يرجع إلى أحمد الرفاعي الصغير أو فيما يعرفون الآن كلهم بالنعام، وإلا بعض الضراري لا يعود نسبها إلى الجد نعام اللي هو جد أهل العراق خاصة. فالسادة النعم في العراق ينقسمون إلى 14 كبيرة، كبيرة كقدر وكبيرة كنسب وكبيرة كعدد وكانتشار. نبدأ بجدهم الأكبر اللي هو حسن اللي هم البيوض، كان أكبر أخوانه، وحسن اللي هم البيوض، وفجر اللي هم الفقرة، وعلي اللي هم المهنة والعيسى. كعدد أكبر عشيرة كعدد هم المهنة هم البيوض، وثم الفقرة، ثم العيسى، ثم العلي المهنة، ومنهم سادة وقامات معروفة لا أستطيع حصرها. إذا ذكرت، إذا قلت من البيوض على سبيل المثال التوبلس أو غيرهم، يعني ما أقدر أذكر، لأنه الأنعام كلهم سادة وكلهم قادة وكلهم رواد وكلهم يعني تاج رؤوسنا وساداتنا وأعلامنا، فلا أريد أن أسهب وأذكر ربما عائلة وأنسى غيرها، وربما تحسب علي أني ذكرت البعض ولم أذكر الآخرين. وعلى امتداد تاريخ الدولة العراقية كان للسادة النعام الأثر في العراق، أثر في العراق نشهد، يعني من أيام الحكومة العثمانية وإلى يومنا هذا، حتى أننا يعني الحكومة العثمانية على امتداد 4 قرون جعلت للسادة الأثر، لأن السادة قبل الحكومة العثمانية حقيقة غيبوا، وحقيقة يعني نصب لهم العداء بعض الحكومات. يوم أن جاءت الحكومة العثمانية وتعمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الإمارة في قريش ما بقي منهم 2، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أهان قريش أهانه الله، حديث صحيح، من أهان قريش أهانه الله. فجعلت إمارات في العراق، والذين يتأمرون عليها هم السادة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. من هذه الإمارات لا على سبيل المثال للحصر، السعدون على المنتفج هم عمامنا، عمام السبعون وعمام الأنعام. من على سبيل المثال سادة عبادة، عبادة القيسية هم مو سادة، عدنانيين عمامنا، ولكن السادة الذين ترأسوا وأصبحوا أمراء على هذه الإمارة هم أمراء عبادة من الدوحة الرفاعية، اللي من ضمن هذا الأمراء من سادة أنعام ومن سادة السبعويين ومن سادة عبادة الدخين وغيرهم. وكذلك يعني عندنا، أنت وجهت العزاء لعمامنا الجربة، ونحن أيضا باسمه باسم السبعويين والسادة أنعام والحضور نعزي شمر بهذا المصاب، والجربة هم عمامنا أيضا، يرجع نسبهم إلى الحسن عليه السلام ابن علي ابن أبي طالب. فنحن آل بيت النبي نعزي أنفسنا ونعزي الجربة ونعزي شمر بهذا المصاب. جزاك الله خير شيخ خضر، وضعت النقاط على الحروف والأصبع على الجرح، حتما سنعود لك في طيات الحديث، لأنه كلامك جميل جدا، لكن حتى تتخلل فقرات الحديث اليوم مع هذا المجلس المبارك وذكر الله عز وجل، فأجمل المجالس هي المجالس التي يكون فيها ذكر الله عز وجل عامر. وإحنا اليوم بحاجة، مثل ما قلنا، داعش يعني أفسدت المجالس وكرهت الناس بالإسلام وكرهت الناس بالدين وكرهت الناس بالكثير من الذكر وغيره وغيره. اليوم بحاجة إلى لملمة يعني شعث هذه المجالس من أجل إيش؟ الوحدة والمحبة والسلام. ولعل من محاسن القدر ودواء السرور والفرح أنه اللي شاركنا في قنوات فضائية عدة وكان للناس الإنصات من أجل أن تستمع إلى مدائحه وقصائده وكلماته الحلوة العذبة، السيد المداح عبد الغفور النعيمي، حياك الله يا سيد،
وأنت كنت تغرد كما تغرد البلابل وأنت تمدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واليوم احنا مسرورين حقيقة بهذا اللقاء معك، ويزيدنا شرف أنه نسجل معك هذا اللقاء المبارك. فماذا عندك؟ أهلك وعمامك أولا، والترحيب ثانيا، وهذا المجلس المبارك ثالثا. بداية طبعا أرحب بالمجلس وبالمشاهدين فيما بعد، وبما أنا يعني شاعر للنبي عليه الصلاة والسلام، كذلك شاعر الأهل ينعم اللي هم من أبناء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ومدح الابن من مدح أبيه، وكما أني أمدح أهلي السادة الأنعام، فبلا شك هو هذا مدح أيضا لباقي العشائر. فأقول بداية بيت عتابة طبعا، هل ما رد والمجبل المكصاح، ولا بيهم منشينا من نقصا، هل حتى الجبل عالي نقصا، خرج تارض عنهم بالارجال. أما القصيدة، أبدي بحمد الله في كل صحيفة، ومن ثم عرج عنز يزوم تل أتشاش، اكسب افعالك من رجال النظيفة اللي لها من الطيب شن عود مرشاش، امثال بيت نعيم نسل الشريفة، بحر مخيف العوم اولادهم قياش، وشلفاتهم بالحوم ترعب كريفة، الراس المعادي تنص من رهف هرباش، وكل عايل نحروه بنحور سيفة، وشن فارس عريم من عدهم انحاش، وبيوتهم للضيف تدعي منيفة، لاهن سكن غربان ولاهن وكرباش، وبالليل ضو هندال ركب الرديفة، ذباحة الحنثة من خيرة الماش، وهذا المراجل زود ما هن سليفة، من صغرهم للزود هم زود وحشاش، وهم للكرم بذلين يدهم سعيفة، نسل القيادة ونعم ما بيهم اللاش، وصلي على أحمد عد برق المنيفة، شماعين على الخدين اتهم البجهاش، شماعين على الخدين اتهم البجهاش. سلام سلمك الله، بارك الله بيك. كان لك تسجيل وشيء من هذه، انت شو تسميها يعني، هي اغاني اسلاميه لو مدائح لو اناشيد اللي هي انت كنت تسجلها؟ اناشيد. وانا طبعا اخذت هذا الطريق يعني اللي هو هذا اللون نقول عنه، ايه، لان احد علماء التصوف يقول ان الالحان تتوب كما يتوب احدكم الا فتوبوها. الله 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 الله، واني هذا كان منهجي. يا سلام، جميل. والنبي عليه الصلاه والسلام هو احق بهذا. الله الله الله، كان لك صوت جوهري حقيقة، ومزمار من مزامير آل داود. لعله إذا سمحنا المجلس المبارك يعني قبل أن ننهي الحلقة أن نأخذ منك شيء من المدائح. ها خلاص، إذن لا يفتى ومالك في المدينة أفتى بها الشيخ، مو هكذا؟ إيه نعم. طيب يا جماعة الخير صلوا على النبي، حتى نأخذ الفاصل. يقول كل الشرائع متعبة وأمة محمد بالعذر مرتاحة، كل البساتين اذبلت، وفردوس حبنا مورد بقداحة، محبوبنا يستاهل الحب الذي يدفق مثل دفق الطلق بسلاحة، يستاهل النفديه بماء عيوننا، شعبك يطاها يفتدي بأرواحه، ويقسم إلك يا سيدي لولا الشرق والغرب هددنا بجديد سلاحه، ورادونا ننسى محبتنا إلك، ولا علينا سيوفهم ذباحة، نهتف بكل قوة وفخر حبنا المحمد ما طفى مصباحة، حبنا المحمد ما طفى مصباحة. ناخذ فاصل، وبعد الفاصل راجعين لكم لتكملة فقرات برنامج ترحيب من مضايف وتكية أهلنا السادة نعيم في شتى الورد كركوك، فابقوا معنا وحياكم الله. هذا النعيم لا وقف ولا قعد، هذا النعيم لا وقف ولا قعد، يطوع الصعبة وبأمر الله تطيع، يطوع الصعبة وبأمر الله تطيع، رعى الجمايل والشجاعة والكرم، رعى الجمايل والشجاعة والكرم، كل ما زهمته مد لي يم الشحم، كل ما زهمته مد لي يم الشحم. مداتكم
أهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين، حياكم الله. شيخ خضر السبعاوي، احنا طبعا حقيقة المعزب اللي هو سيد ضياء جزاه الله خير، والمنسق مار الحلقة أيضا ردنا يسولف، بس أبى إلا أن يكون منصتا بحضرة السادة والوجهاء، فشو تقول أنت يعني عرج عني السيد ضياء؟ أي والله، والله أنا أقول سيد ضياء أخ وابن عم، هو ابن عمي نعامي وأخ وزميل أنا عاشرته، فنعم الرجل يحمل أخلاق آل البيت ويحمل أخلاق السادة أنعام. هو من السادة البيوض، والسادة البيوض معروفين يعني منهم الحواترة والصالح والسيد حسين والتوبلس، فهم أكبر من أنه أنا أمدحهم وأذكر بهم اليوم. يا سلام يعني. يا سلام. سيد عبد الله المهنا، العمامه الخضراء واللفه الخضراء هذه اعتقد فيها شيء من الاصل. نعم يعني نعم، شد الخرقه. نعم صح، بشيء مو هكذا. نعم، هذول اهلنا المهنا ونعم منهم، والهم المحاميد والعلاوي وسيد يوسف العلو والقعود، ونعم منهم ونعم من عمامنا العيسى الحمد السليمان والهلول والعبود والخضر الزامل وكل الساده نعم، ونعم من السيد عمار ربع سيد سفيان، ونعم من كل عمامنا الساده يعني هذول عمامنا واهلنا وسادتنا اللي قلنا عنهم هلي عمايمهم خضره وساده، ونعم منهم وتشرف بهم يعني. اي نعم، حياك الله عدهم. نعم سيد عبد الله، مساك الله بالخير. الله بالخير يا مرحبا، كل الله يعزك بارك الله بيك. اليوم تراحيب بمضايفكم وبهذا التكية المباركة، الله يحييكم بارك الله. وش عندك البرنامج تراحيب، وماذا تحب ان تقول وتوجه من رسالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أحب آل بيتي أحبني، ومن أحبني أحب الله ودخل الجنة، ومن أبغض آل بيتي أبغضني، ومن أبغضني أبغض الله ودخل النار. رجل إعرابي جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: تحبني أم تحب الله؟ قال: ماذا تحبني؟ قال: أحبك كثيرا، أكثر من الدنيا وما فيها. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: تحبني أم تحب الله؟ فبكى الإعرابي، قال: ما يبكيك يا أخ العرب؟ قال: والله يبكيني أنه بمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عرفنا الله. فقسم من المفسرين فسروا أنه بسم الله الرحمن الرحيم الباء هي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بمحمد عرفنا الله الرحمن الرحيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذي يريد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر على هذا الإعرابي. ورجل آخر يعني جدنا زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه، عندما طاف حول الكعبة وجعلوا له المجال وقبل الحجر الأسود الذي سماه الحجر الأسعد، فسألوا: من هذا؟ فالشاعر قال: هذا الذي البطحاء تعرف وطأته، يعرفه البيت والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، التقي النقي الطيب العلم. ما قال لا إلا في تشهده، ولولا لا الشهادة لأصبح لاءه نعم. فبس بلا إله إلا الله محمد رسول الله السادة النعيم يقولون لا، لا إله إلا الله. أما يقولون للبغاة للطاغين للمحتلين نعم، يقولون لا. احنا في هذه التكية الرفاعية القادرية، ألا وهي تكية عمامنا السادة النعيم، تكية سيد عطاء علي الشلاح النعيمي، والنعم اللي كان رئيس أشراف السادة العلوية في كركوك، والعلوية ما يقصد بها كافة السادة الحسينية والحسنية اللي موجودين في كركوك، فكان رئيس أشراف السادة العلوية في كركوك، والآن حمل هذا الاسم السيد أحمد أشحادة، نتشرف به أخا وابن عما وزعيما من زعماء نعيم. وكل سيد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم عمعم الحسن والحسين، وعندما كان الحسن والحسين عند جدهم رسول الله فسألتهم فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، قالت: أين كنتم؟ قال: عند جدنا رسول الله.
قالت ماذا فعل؟ قال الحسن قبلني من فمي. قالت وأنت يا حسين؟ رضي الله عنهم وسلام الله عليهم. قال قبلني من رقبتي. فبكت. قال ما يبكيك يا أمه؟ هذه كرامة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. قالت له أنت تموت مسموما وأنت تموت ذبيحا. فقالت وماذا قال جدكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال أنتم سيدي شباب أهل الجنة وأمكم سيدة نساء العالمين. فابتسمت. قال ما يبسمك يا أمه؟ قالت ألا فخر لي، أنتم أسياد الدنيا والآخرة. فالحسين سلام الله عليه عندما أرادوا قتله كانت الرماح تخترق جسده، الرماح والنشاب تقترب جسده فلم يقع. فكان أحد المنافقين قال لهم لا يموت الحسين إلا بذبحه، ألم تعلموا أنه؟ فاطمة الزهراء قالت له أنت تموت ذبيحا. فالكرامة التي ترجع للسادة النعيم والسادة الرفاعية ترجع إلى سيدنا الرفاعي، وأصلها ترجع للحسين سلام الله عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يا سلام يا سلام يا سلام، ذكرتنا بكثير مسائل وعرجت على كثير أمور، جزاك الله خير. ولعله راح نسأل إن شاء الله من يجد السر إن شاء الله السيد أحمد على علاقة السادة نعيم مع أهنب السادة الجنوب أيضا كتواصل وكزيارات. لكن اليوم أيضا معنا فقرة الشعر، وللشعر اليوم في مجلسنا حصة ونصيب الكبير صدام السحل الهيبي. شلونك يا أخوي صدام؟ إذا جاز لي أن أهنئك وأبارك لك بتحرير الموصل بهذا المجلس المبارك. الله يبارك فيك. طبعا بارك على كل أهل العراقيين. أول جلسة، أول جلسة الترحيب بعد تحرير الموصل بهذا المكان، قلنا أن تبرك به وأنه يعني نقتبس منه المجلس المبارك. فماذا تقول يا صدام؟ بداية تحية لبرنامجكم الموقر، برنامج ترحيب، والتحية الأهنة السادة نعيم والسادة السبعويين وعلى رأسهم شيخ خضر وكل الحضور، تحياتنا لهم. البداية بيتين أقول: من نزل جبريل للغار وحالة، كانت الدنيا ظلام، ومن قرأ خير البرية هدم أصنام الشرك بأول كلام. أما أستاذنا القاضي فيقول، محمد موسى القاضي يقول: آل النبي بدنيا المال ما نعموا، وفي الخشونة عكس الناس هم نعموا، منهم علي شكت من جوده النعم، وعنده العلم عبدا في شهادته، قال الفرزدق بيتا في شهادته، ما قال لا قط إلا في شهادته، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. أما الموصلنا تنبيه ناخذن، هاي جديدة إن شاء الله، أيوة ونقراها على الورقة لأن ما حافظها، جديدة كتبناها. فأقول: إش كثر الذال من بعدك علي، هي يا حد بوشر بسولف لك عليه، مع عيون السلام الله عليه تضامنتي وتركت النار بي، قلنا تعود عادت والليالي شهود، بدماء أبطالنا بصبر العراقيات، بكل حر انتخوا كف الليالي السود، بكل قطر الدم من زاخوا حد الفاو، بكل الفرع ولجل العراق جنود، بحمل ما والطراس بيوم صار الكون، بحمود بسلاح بريحة البارود، عادت موصلي الحقن العراق بخير، زفوها النشاء أهل الكرم والجود، زفوها النشاء أهل الكرم والجود. سلامتكم. عشت عشت يا صدام، عشت، بارك الله بيك. حتى يجي الرد من الجواد، ما دام أنه لابس عسكر وابن الموصل معه أيضا الرديف اللي راح أيضا يجيبنا بأحدى ضربات القاضية حتما، وقصايد الحلوة، لأنه على يمينه الجواد وعلى يساره سيد عبد الله، وأخشى أن ينجذب. إيه والله. طبعا بداية أنا أحب أن الشعب العراقي بمناسبة النصر وتحرير الأرض، أرض الموصل الحدباء، من إعداء الدين، وبعدها هنالك ذكر لشهداء العراق الله 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 في كل مكان، وخصوصا أرض الحدباء.
وهنالك شهيد بطل وهو الشهيد حسين العلي ابن عمومتي، حبيت أرثيب هذا المكان ومن هذا المكان الطيب يعني. فمبروك النصر، واجب نهنب هاي، مبروك النصر واجب نهنب هاي، ونبشر بعضنا من الألف للياء، بس مالت نصفق نحتفل لاعب، بس مالت نصفق نحتفل لاعب، وبعد دم الشهيد يبان بالحدباء. تحضر يا رسم جايب لك انا اعزاز، تحضر يا رسم جايب لك انا اعزاز، ما ظل شي وجي لك انا وياهم، دفناهم ولكن دفنا مع الغراب، ومو بديارهم لما دفناهم. تحضر يا رسم وحضر لكم قبور، ما ظنتك في قاعك للي جبناهم، اشجاري للشقاع وتاخذين اعزاز، اشجاري للشقاع وتاخذين اعزاز، بس قولي لطبعك شنو تاليه، كم حسين بيك وهم اخذت حسين، دخلي مو ورا ما باقي شي ليه، يا الكامل بكل شي ما عداها الهاي، ما كملت عمرك يم اهاليه، يا الكامل بكل شي ما عداها الهاي، ما كملت عمرك يم اهاليه، شجاع وبطل انت اخلاق هيبه وصيت، يا جند وطالب وكملت كليه، وكليتك بشت يلبيك رفعت راس، رمز تبغى انت للها والاتحاديه، ويا وطن شنطي لك بعد، وبعد الانطيت اش باقلي، حسين وعلى انطيتك قبل وانطيتك حسين العلي. اما بعدها بمناسبه اغتراب ان شاء الله عملية تحرير الحويجة وغضاة اللعفر الحبيب، بشروها الحويجة الشغلة هانت راح، يجوها رجالها، بشروها الحويجة الشغلة هانت راح، يجوها رجالها وخلها تحضر هيل، البغى شغلة وقت والبوغ راح يصيح، وساعات الصفر يضربها طار الميل، وتلعفر يجينا وقمنا بيك نشوف، شنا بعاد عنش هسه صرنا قراب، حضر هاوناتك واغصف اش ما تريد، بس اعلم بان ميزنا صوت الطاب، الفرق ما بيه ان فرق السما وهالقاع، كل اسمك جريذ واحنا سمنا ذياب، ارضي وقاعي والخاطر هنا في دروح، اموت وما تظل بيه ندوس جناب، اموت وما تظل بيه ندوس جناب. وسلام يا سلام. انعيم مالت انعيم، اها انعيم، اي والله كلام صح. أنا أهلي، أنا أهل الهلاهم هني ونعين، بظلهم بانت الخيرات ونعين، بين السبعة أنا أهل أشراف ونعين، أسود اللي فوق عين الإطلاب، أسود أسود اللي فوق عين الإطلاب. عشت يا الجواد، عشت يا الجواد. قال تعالى وأعلمنا له الحديد، قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ايش عندك لهذا المجلس يا الحديدي؟ من البدايه السلام عليكم جميعا، ولي الشرف ان اكون في هذا البرنامج للمره الثانيه طبعا، وسط عمامي واهلي وكركوك التي لم نشعر بها بالغربه بوسطكم طبعا، وحي استاذنا صدام السحل واخوي جواد والحضور الشيخ، بارك الله فيك، والله يعمر مضايفكم ان شاء الله. قصيدتي عن معاناه موصلي مسن موصلي، طبعا قضى ثلثي عمره وهو يدافع عن العراق في كل حروبه، وسرقت منه هذه الحرب الأخيرة ولديه، معاتبا وطنه بمناسبة الحدث الأخير والبهجة الأخيرة، فيقول وطن للموت راهم صار لهم سنين، يعذب للشوادر فاتح بوابه، دفن ولده وقعد غمض رمش هالعين، ولا كن الدفنهم كانوا أحباب، يظل شاده لأمرك يا أبو النهرين، عطش شفتي بحضرتك شنو هي أسباب، بدر من الوفا بترابك تبديت، أنا السيف اللي بديك وكسر قرابه، طلقت الفرح بالعشرة والعشرين، وقفت على السواتر وقفة ذيابه، طلقت الفرح بالعشرة والعشرين، وقفت على السواتر وقفة ذيابه،
أنا ابنك يا وطن محتاج راحة بال، دلني دفهمني الغريب لبيتك الجابة، دقوم اسحب جفون النامة وبلا زود، ترى المهيوب يوجع كلش حسابه، اللي بروحه فتك ما تفيده بروخه، اللي جروحه وطن شي خيط ثيابه، اللي بروحه فتك ما تفيده بروخه، اللي جروحه وطن شي خيط ثيابه. انا وليدك ورضت بنعي الرصفان، كرك شايل وايد احلامها كتابه، الما يجدح الما يجدح حجرته شلون يتننى، وانا شفوفي قطع هالوطن بحراب، الما يجدح حجرته شلون يثن النار، وانا شفوف قطع هالوطن بحراب، اللي عاين من بعد يلقى توال انسان، حدا بظهره زمانه وفقره محرابه، بحكم شف المذله تسدره مش هالعين، وعلى اصوات الرجيف القلب سد بابه، بحكم شف المذله تسدره مش هالعين، وعلى اصوات الرجيف القلب سد بابه، وحتى الظلمه صارت تستحي من الليل، تخاف ويشق هدمها ويغرس نيابه، حتى الظلمه صارت تستحي من الليل، تخاف ويشق هدمها ويغرس نيابه، القمر خايف وسد بابه على النجمات، كلو حقه بوقت ما بيه طلابه، دسد باب العتب يا قلبي بسك عاد، اللي بدمه يعاتب واضح عتابه، الفرش رمشه الفرش رمشه بثرى الساتر وطن محتاج، يحط راسه وينام ويحضن تراب، يحط راسه وينام ويحضن تراب. وسلامتك صاحب، جزاك الله خير، عشت يا محمد. محمد الحديد من اهل الموصل، حياه الله، ومهجر يعني ما اعرف ايش قد صار له من الاحداث، وطالب ومع ذلك نجح بدراسته، والحمد لله ان شاء الله العوده القريبه للموصل. اي والله والفرحه الكبيره، صح الله لسانك يا محمد، تعيش. حسيت اقول واكررها اني ما حسيت بالغربه بوسطكم، وانت عزيز ابدا التقي بك بوسط عمامي يعني. اي نعم، الله يعزكم جميعا. اي والله اهلي والله عز الله. تسلم سيد احمد، الحديث لك يعني حقيقه يقول للمخرج ما بقى الا شيء القليل من الوقت، فماذا عندك من رساله ختاميه في هذا المقام؟ أشكر الحضور مرة أخرى، وحبيت أنه يعني أسترسل بكلامي، لأن تعرف يعني تكايا كثيرة في كركوك خاصة، هي بلد الذكر والإرشاد والمربين، فالنعيم خاصة، وإحنا الكلام على موائد النعيم، تجد كثير من التكايا يعني وين ما ذكرناها، يعني ذكرنا في البدء يعني تكية الوالدة السيد شحاذة، وهي الآن الطريقة المحمدية، ثم بعد ذلك عمامنا أبو سيد اللي من عندهم طلع عندنا نجم يعني يعرفه القاسم، والثاني هو السيد أحمد أدياب، وعمام وكلهم أهل تكايا يعني، وعندك الحيان أيضا عندهم تكايا، والحمد لله الآن أهل علم وأهل دف وصينية، وكذلك أيضا عندنا عمامنا المهنة وعمامنا الحواترة أيضا يعني بقيادة السيد الشيخ قاسم النعيمي، وهو قائم على حلقات علم وتدريس، ورجل يعني له مكانته في يعني كل ديار عام يعني. فإذا يعني اللي أريد نقوله يعني أنه حتى ما ننسى أحد أو نتعدى على أحد بالنسيان يعني، وكذلك يعني عندنا السيد سفيان والسيد سعد، ويعني بيت السيد عمار والحديد عمامنا اللي هم أهل التكاية وأهل المضايف ومشرع بيوتهم. ومرة أخرى يعني أرحب بكم وبهذا البرنامج، وأدعو من الله سبحانه وتعالى أن يكون منبر لأجل التعريف بالعشائر العربية وتقريب وجهات النظر، حتى ننقل فكرة أنه العراق ملتحم بعشائره بلحمته وكأنه جسد واحد، ثم أنه مسائل العشائر وهذه المسائل ليست هي بالهين، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، بين هو إذ جالس في المجلس ودخل عليهم سيدنا سعد من الأنصار، فماذا قال لأصحابه أو يعني اللي هم من وجههم بأنهم يقوموا لسيدكم، فهذه من باب أنه تجعل مكان لشيخ العشيرة اللي هو ما يدلك على خير وما يقودك إلا على خير، فهذه إلها مكانتها يعني، إحنا عندنا في الشرح هذا المكان له مكانته وصدى، لكن أنتم تعرفون يعني اللي إجوا فيما بعد وأرادوا أن يثبتوا أفكار جديدة لأجل زعزعة الدين والبلاد،
أرادوا هذه الأمور لكن ما نجحوا والحمد لله، وتبقى العشائر ثابتة على مبادئها وهي من العرف وهي من الشرع الحنيف إن شاء الله. وبارك الله بكم مرة أخرى وحياكم الله، وأرجو من الله سبحانه وتعالى. سيد أحمد في دقيقة، الجيل هذا الجيل الحالي اليوم اللي يعني احنا عندنا المجالس مدارس وتعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، يعني لهذا الجيل المتفلت، لهذا الجيل اللي يعني لا يهتم ولا يعبه ويدور يعني حضارات وأمور، ماذا تقول له في دقيقة؟ ما دام أن الحديث على الأشياء يقول في الحديث الصحيح: علموا أولادكم أو أدبوا أولادكم على ثلاث: حبي وحب آل بيتي وتلاوة القرآن. فهذا الكون كله على هذه الأمور الثلاثة: حب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يجعلك تتخذ قدوة غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعشقت به حبا، وبآل البيت الثبات على العقيدة، ثبتوا على العقيدة وإن كان الدفع أن تكون الرقاب، فهذه جدا مهمة. ثم تلاوة القرآن ليكون هو قانون السماوات والأرض في الدنيا والآخرة، يكون هو القائد لنا وهو الإمام. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار بهذه أشارها للأجيال، لأن الصحابة اكتفوا بحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ثم التابعين وتابع التابعين، لكن إحنا الآن نحتاج من الشباب أن يعودوا من الأهواء والأفكار التي جاءتنا مسلفنا من الخارج، ويعودوا إلى حقيقتهم وهي الدواوين والأعراف ومجالس العلم، حتى تكون اللحمة بين الماضي والحاضر والمستقبل إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شيخ خضر، إذن العراق متلاحم من شماله إلى جنوبه، من شرقه إلى غربه، بعربه بكرده بتركمانه، ألا ترى أن هذا الكلام صحيح؟ لو عندك غير مداخلة على لحمة العشائر، وحدة العشائر العراقية بشكل عام في دقيقتين على مود المخرج ما يزعل علينا. طبعا احنا نشكر البرنامج هذا، برنامج تراحيب وخيمة وقصيد، بارك الله بك، وعشائر أهلنا يعني في قنوات أخرى، لأنها تؤدي غرض يعني نحن بأمس الحاجة إليه. الآن بعض الناس تنسلخ من العشيرة ويعد العشيرة وعرف العشيرة يعده تخلف، هذا غلط. ليش؟ لأنه الواقع أثبت الآن بأن العشائر كانت أقوى حتى من سلطة الحكومة، وأقوى من كل طائفي ومن كل ناعق ينعق بما يريد. العشيرة وقفت ونادت بالوحدة الوطنية، ونادت باللحمة، ونادت يعني بصوت العقل والتعقل، ودرأت كثير من المشاكل والفتن. العشيرة هي التي درأت الفتن ودرأت الفتن. فبرنامج تراحيب يعني نسانده، ويعجبنا أنه يسلط الضوء على الشعر وعلى العشيرة وعلى القيم القديمة. الشاعر هو السجل المآثر، يسولف لنا عن القيم، ويربط الشباب بالعشيرة ويربط العشيرة بالشاب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل: ماذا تختار لي، ماذا خار الله لي ورسوله؟ قال: الحق بمن أنت منهم، الحق بالعشيرة يوم أن تضعف الحكومة. والله جل وعلا قال لنبيه: أنذر عشيرتك الأقربين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. فهي العشيرة التي هي المرجع، وهي السلطة الصغيرة داخل السلطة الكبيرة التي هي الحكومة. فإحنا يجب علينا أن نحترم العشيرة، وهذا العشائر متلاحمة من جنوبها إلى شمالها، من شرقها إلى غربها. اليوم خابروني عمامك الأدلية من الصبح، وسلمون عليكم ضمن أبو رسل من النومان، من عمامنا أبو عبيد، ويرحبون ويريدونك تزورهم، وقبل فترة أنت كنت بالجنوب، وإن شاء الله عمامنا وأهلنا الأكراد أيضا يريدون حلقة. فالعراق مجتمع عشائري متحضر ومتماسك بعقلية راقية مثقفة ومحتفظ بأصوله العشائرية من العرب والأكراد والتركمان وغيرهم. وكما تعلمون كل القوميات لديها عشائر ولديها رؤوس، فإحنا كعشائر متلاحمون فيما بيننا ومتزاورون، ونطمع بكل عشيرة وشيخ عشيرة أن يكون صمام الأمان في هذا المجتمع. وأخيرا أدعو الشباب أن كل شاب يلتزم بلبس عشيرته. الكردي يلبس ملبس الأكراد، شي حلو، الحق بمن أنت منهم. العربي يلبس ملابس العرب، ليش لابس البرمودة ومحلق لي ما أدري شلون؟ أريد نشوف الدشداش، أريد نشوف الغتر والعقال، تاج العرب. النبي عليه الصلاة والسلام لكونه عربي لبس العمامة، مو يعني نود أن نقول للشباب: ترى الثقافة بالعلم والتعلم، مو الثقافة أنك
ما ادري شلون مسوي زلفك ودشداشتك وشعرك. لا، الثقافة مو بهذه، الثقافة هي ثقافة العلم والتعلم، ثقافة المنطق، ثقافة الكلام، ثقافة العلم، ثقافة كيف تتحاور مع الناس، كيف تتصل مع الأهل، مع الأقارب، كيف توصل الكلمة الطيبة، كيف تكون صاحب رسالة طيبة في هذا المجتمع، ونحن في أمس الحاجة إلى الكلمة الطيبة وإلى كل إنسان طيب مثل شروها الوجوه الطيبة. خير، بارك الله بك. ولعله يعني نزيد من الشعر بيتا، ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب كما يقولون. يا جماعة الخير، أحسب أن دقائق البرنامج قد انتهت، وأني حقيقة اليوم يعني ضاعت الدقائق وتفلتت من بين يدي تفلتا، ولم يكن في هذا المجلس المبارك عيب إلا عيب واحد لم يكن فيه من العيب سوى أنه مر كلمح البصري، أنه مر كلمح البصري. لكن ما تبقى من الدقائق حتى عودا على بدء مع المداح عبد الغفور النعيمي، لعل عنده هذا ما أعرف الدف لو الدف الدف هكذا على مود يكون أبلغ وأوجه. ما شاء الله ما شاء الله، نأخذ الوقت معاك، وأنا من عندي أحسب المخرج يقول لي لازم توادع ربعك وتسلم عليهم، على أمل أن نلتقي في حلقات أخرى في شتى الورد كركوك مع أكرادها وتركمانها وعربها وكل أطيافها ومكوناتها. انتهت هذه الدقائق من عندي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكلنا آذان مصغية مع السيد النعيمي. عمامي للحديد حداد حدا وحدا يا، وعلى حوم السنا عسحود حدا يا، ويلا عدا وحمايل جديم حدا وحدا، وحلا حيل وحوادر اي 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 اي، وحلا حيل وحوادر عالجنايا. اهل قرما قيادة وساس من داق من داق، ونجرهم للعموس علاج هيا هيا هيا، ونجرهم للعموس علاج من دايا. هلي موتد هلي موتد على الصوبين من داق من دايا، قوع الطاريهم الدنقال هيا هيا هيا، وعطاريهم الدنقال رقايا. هل يربود النفايح والمسجبات والمسجبات، وغبايضهم على المجبيل هيا، وغبايضهم على المجبيل مسجبايل. بصدر العال بصدر العال، مسممهم مسجبات وعقبهن ما نفع طبو هي، وعقبهن ما نفع طب ودوايا. شبوب الشوق وسط حشاي وجان وجان، وعلي تاه الليال الجزن هي، وعلي تاه الليال الجزن والجايا. مثلك لا ملك لا نيس لا جين لا جين، وحق الحاقدي هلال هي هي، وحق الحاقدي هلال ترايا. هلا يا نور عيني ويا هلا يا، هلا خالق نور وضان وشاع، معجزة الضبن طاق وبصوت ذاع، شهادة لسيدي خير البرية. وهلا يا نور علي ويا هلايا، أبو إبراهيم يا غالي علي. وهلا يا
دقيقة يا أبو إبراهيم يا بحر الحقيقة كل من مرتمي ولو عاشقة وأنا بعشقك صرت يا أحمد رمية هلا يا نور علي ويا هلي يا أبو إبراهيم يا غالي علي وهلا يا نور عيني بكل حيني يا أبو إبراهيم.